طب انا عندي سؤال بقى دكتور كريم، برضو بما ان احنا بنتكلم في الشق النفسي، البعض وحضرتك برضو تصلح لي المعلومه دي، البعض بيشوف او بيقيم الرياضيين ان هم بيبقى بما ان هم على طول مشغولين وعلى طول عندهم تدريبات وغيره، فالسوشيال لايف بتاعتهم بتبقى مش افضل شيء، وده بيجي على حساب ده للاسف الشديد، وده بيخليهم بعد كده في حياتهم مش اشخاص اجتماعيين. انا يمكن عندي كيسز كده لاصدقاء ليا ابطال رياضيين فعلا سوشيالي مش احسن حاجه، بس ربما دي كيسز لوحدها. هل فعلا الموضوع بيأثر ولا لا؟ هو الموضوع ترتيب اولويات. انا وانا لاعب واللعيبه بتاعتي هم لاعبين، في حاجه اسمها ترتيب اولويات. انا عندي تدريب، البريوريتي الاولى عندي التدريب. بظبط كل حياتي بجامعتي بدراستي بوقت مذاكرتي على اوقات التدريب. احنا عندنا كان مشكله شويه ان احنا هننظم مواعيد التدريب امتى، طب وبعدين، طب انا عندي مناسبه، تواصل معايا وهنحدد المناسبات على حسب مواعيد التدريب. اوكي. لكن في نفس الوقت بتلاقيه اجتماعي جدا والله. في 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 المناسبات الاجتماعيه بتلاقيه بيعرف يتفاعل ويتعامل مع الناس كويس جدا. بس هي الموضوع موضوع اولويات. انت مثلا هتعزمني على الغداء مثلا في نص الاسبوع، انا مش هعرف اجي عن تدريب. لو في وقت الاجازه هتلاقيني هاجي وهتفاعل وهبقى مبسوط. يعني البالانس في الاخر هي موضوع الموازنه لتنظيم الوقت. بس على